يقوم فنان باكستاني بترتيب حروف آيات القرآن الكريم على قماش أزرق قديم، مستخدما في ذلك حروف من الألومنيوم المطلية بالذهب بمساعدة طلاب باكستانيين في مدرسة للفنون في مجلس الفنون في كاراتشي. ويسعى الفنان بنسخته العملاقة التي يبلغ طولها 8 أقدام ونصف القدم ويصل عرضها إلى 6 أقدام ونصف إلى دخول كتاب جينيس للأرقام القياسية وإزاحة النسخة الأفغانية من الصدارة. بحروف مطلية بالذهب يرتب هؤلاء الطلاب من باكستان آيات من القرآن الكريم بطريقة فريدة خاصة ابتكرها فنان محلي. العمل عبارة عن مزيج متفرد من القماش والمعدن. إن حياة القطعة الفنية بالغة الأهمية، عمر هذا المعدن والقماش آلاف السنين. استخدمنا أسلوب الطلاء ووضعنا طبقات رقيقة من دهان الإكريليك ودرسنا التصميمات التركية والعربية والفارسية قبل أن نبتكر تصميمنا الخاص. عمل فني يهدف إلى إنتاج نسخة قرآن عملاقة مبتكرة تضاهي حجم النسخة الأفغانية التي دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية والمعروضة حاليا في أحد متاحف روسيا. لكن كسي نے بھی اس کو کاسٹ نہیں کیا. أكبر مصحف في العالم وفق كتاب جينيس للأرقام القياسية من صنع أفغانستان موجود حاليا داخل متحف في موسكو، وطوله 6.7 أقدام وعرضه 4.5 أقدام. أما كتابنا فهو متفرد من كل النواحي، فطوله 8.5 أقدام وعرضه 6.5 أقدام. أمضى رسام سنوات عاكفا على هذا العمل الفني الضخم قبل ابتكار هذا التصميم المميز. إجمالي عدد الكلمات نحو 80,000 كلمة، وتوجد 550 صفحة، في كل منها نحو 150 كلمة. سنحاول بكل تأكيد أن ندخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية. العمل الفني يستغرق حوالي 5 سنوات لاستكماله، وذلك بعد الانتهاء من ترتيب حروف نحو 80,000 كلمة. سيحاول بعدها الرسام الدخول به إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية، كما سيعرض جزء من المشروع في معرض دبي إكسبو 2021 الشهر القادم.